فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسيت إخراج زكاة الفطر إلى قبل الصلاة، فتذكرت وأنا ذاهب إلى الصلاة فأعطيتها مالا نقديا لأحد العمال في المسجد الحرام، فما حكم ذلك؟ هذه صدقة، ما هي الفطر، ما هي صدقة الفطر، هذه صدقة تطوع. عليك أن تخرج صدقة الفطر من الطعام ولو بعد العيد قضاءً. نعم.